انا بقى مش بخير. اقعد يا بدران. اخبار فوتنا ايه؟ والحمد لله ربنا كرمنا اخر كرم، وفوتنا كبرت وقت في المعهد، وده بفضل الله وفضل مساعدتك لينا يا ابني. بالرغم ايه ساعدنا في وقت ضيقته. بسم الله ما شاء الله، كبرت يا فوتنا. ده لو انت هاخدك بالحضن وتنططي على حجري زي زمان مؤاخذه يا زغلول، بس الواحد فوجئ زي اختك يا ابني. على كده الواحد غيبته طالت بقى. ألف بركة رجوعك بالسلامة يا معلم. الحمد لله الحمد لله. الظلم وحش يا مفوتنا، الظلم وحش أوي. لما إيه الكتب دي كلها يا عم زغلول؟ دي أصلها أهي نوايا بتسند الزير. زير؟ آه زير إيه؟ وأنتوا لسه بتشربوا من الزير؟ ياه وكل دي نوايا؟ الله يحفظك يا ابني. بص بقى، المعايش دلوقتي يا ابني بقت صعبة، والنفس لسه عزيزة. فانا والبنت فوتنا فكرنا في حاجه حلوه قوي. هي بتقعد على الكمبيوتر طول الليل بتشوف المعلومات المهمه تديها لي، ندبسها ونعملها في طبعه شعبيه ونبيعها بجنيه واحد للناس. اهم حاجه انها شعبيه. نعم انا ابتديت شعبي. هو ده الصح، احسن حاجه الشعبي ده. ايه يا فوتنا، مش هتسمعينا صوتك بقى ولا ايه؟ مكسوفه؟ لا مش مكسوفه. امال ايه؟ فرحانه. اللهم صل على النبي. اشرب شايك لا يبرد يا معلم. بسم الله ما شاء الله. لا انا لازم امشي بقى عشان استاذ بدران المحامي مستنيني. انا قلت اعدي اسلم بس. تسلم من كل راضي يا ابني. يلا ما تنسناش يا ابني، بعدي علينا. واجب. دلنا فوتنا يا خاله. فوتنا؟ فوتنا فوتنا اللي كانت واقفه هنا، ولا دي مش فوتنا دي ولا ايه؟ انا فوتنا مزعل نفسك ليه؟ افوتنا افوتنا. تعال خد يا فوتنا. احنا بقى ايه؟ علم بلدي وده سلوينا وعواد. خدي. لا ما ينفعش، خيرك سابق يا ابني. ما تجيش منك انت يا عم زغلول. والله خيرك سابق. ملوش لزوم يا معلم. لو عايزه تكسف ايدي ما تمدش ايدها. انا هاخد ورقه واحده بس بشرط. شروطي زي ما انت عايزه يا استاذه. تكتب لي عليها للذكرى والقلم اهو. قلم طب ما تكتبي لي انت. ماشي. ها يبقى احسن برضه. اكتبي اللي اقول لك عليه. يا رب ابعد عنك شر الناس، اشوفك متعلمة واحسن استاذة في المنطقة، احسن من الاستاذة فاطمة اللي ورا على الناس. استنى 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 الزوز. هناك كل ده فين؟ الخميس. فوتنا توب علينا ربنا. تعالي وادي احلى بصمة لاحلى حجر. لاحلى احلى بنوتة. ربنا يحميك يا فوتنا. شرفت يا معلم. طيب السلام عليكم. نورتنا يا ابني بألف سلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا زعلان منك يا معلم هرم. ليه كفل الشر يا معلم نوح؟ في عيال من تحت إيدك بيلعبوا بدلهم من وراك في توزيع البضاعة. محدش من رجالتي يقدر يعمل كده يا معلم. عملوها يا معلم عملوها، وأنا ما أقولش كلام إلا إذا كنت متأكد منه، خصوصاً رجالة لو كان الحوار ده حيلطنا كلنا. والمثل بيقول المية بتكدب الغطاس. يلطنا ازاي يا معلم؟ ما تنورنا يا معلم نوح. رجالة المعلم بياخدوا بضاعتنا يهرسوها عشان يحلبوها، وده حرز يثبت كلامي. ده شريط من شغلنا رجالة صح؟ هو غيانه تمام يا معلم. ماله بقى يا معلم؟ الشريط ده قبل وده شريط بعد. الاولاني ده شغلنا النظيف، التاني ده مكتوب عليه اسمنا صحيح بس مش شغلنا، شغل براني مضروب. رجالة المعلم بياخدوا الحباية بتاعتنا يهرسوها ويضيفوا عليها المضروب
وبعدين يعبوها تاني ويبيعوها بنفس السعر. بعد ايه؟ بعد الشريط لما يعمل 10. واحنا بقى سمعتنا تتضرب في الحضيض وهم يعدوا الالومنيوم. مش معنى رجال تاني، ليه ما يكونوش رجال حد تاني؟ بالراحة يا معلم بالراحة، واحنا جايين نتخانق؟ لا، احنا جايين نتفق وننور بعضينا يا رجال. احنا كلنا في مركب واحد، لو غير يتحطوه بينا كلنا. انا هدعبس في الحكاية دي، ولو طلع حد من رجالتي ملطوط انا هحط رجالته تحت رجلين الكل. كده يبقى عداك العيب يا معلم. واحنا كده يبقى استبينا يا سيد المعلمين. نشوف بقى حصتنا من الجديد. نشوف، وربنا يديم المعروف. امين يا رب. ما تشربوا الشاي يا رجال، ده حتى شغلنا ما بيحبش الا الشاي. البلد باظت، والايام ما بقاش فيها بركه، والناس ناس ما بقاش يا اخويا، نفوسهم بقت وحشه، الكل بقى بياكل في بعضه، وتلم العاطل على الباطل، وتلخبط الحابل بالنابل، دنيا بقت سلط على الاخر. انت جايبني عشان تفكني ولا عشان تنكد على اهلي؟ اتقل انت بس، اتقل، دورك جاي، ما تقلقش، اتقل. احنا كنا بنقول ايه يا اولاد، ولا وصلنا لحد فين؟ السلطه يا معلم. ايوه، تروح بقى ايه؟ فارك ايدك برشه كزبره وبصلايا ومخرط. معلمي ايه؟ مش ده الحوار. امال ايه الحوار؟ اختلط الحابل بالنابل. امال احنا ايه اللي دخلنا المطبخ؟ عارف كل ده ليه يا بجاشي؟ ليه؟ من البلاوي اللي طلعوا لنا فيها الايام دي. ايش نص احمر على ايش نص ابيض على ربع جرام ونص جرام على ايش ترامادول؟ والعياذ بالله، هي الحاجات دي بتبوظ كيمياء ربنا اللي خلقها جوه الانسان. يعني الانسان ياخد كيمياء يضر بيها جسمه، معقوله البني ادم يضر نفسه؟ معقوله؟ ماله الحشيش؟ ماله الحشيش؟ ماله؟ طب انت بالذات عمرك سمعت عن محشش قتل؟ لا. سرق؟ لا. ثبت ناس في الشارع؟ لا. بلاش دي. عمرك انت سمعت عن محشش قدر واحد ولا حتى كشر في وش واحد؟ لا. انت سامعني؟ لا. التعبيره دي جامده قوي يا رجاله. ايه ده؟ طب انتوا عمركم سمعتوا عن محشش اتحرش بواحده؟ عمرنا. طب عمرك انت سمعت عن محشش واحد في الارض استوطى مع البت بتاعته وبعد ما لمؤاخذه سلبها عز ما تملك خميس؟ ما انت سامعني اهو. حلو يا معلم. هو عمال يقول لك لا. ايوه ومش هو اللي بيقول ده، مخلي نفر جوه بيتكلم بدالك. اطلع يا. حلو يا معلم. ادي اللي خدناه بالبلاوي دي يا سيدي. طب انا بقالي 21 سنه. واحد وعشرين سنه بحشش يوميتي يا رب صبح وليل. اسال عيال امي. ايوه وعمري يا اخويا ما ادمنتوش. لا، عمري ما اتحرشت بواحده. الله يخرب بيوتهم، خلوا الدنيا ملهاش طعم وقالوا لنا المزاج. شد يا بدران، خد الجوزه شد، بس هو اتحرش بيها. ايوه ايوه، اسد اسد. هو ماله؟ هو مين؟ بدران. هو جاي رايح وجاي. تاكس تاكس. رمانة رمانة استني بس، رمانة استني استني بس يا نجمة مصر.
نعم، انتوا خليتوا فيها نجمة ولا نيلة؟ صدقيني انت فاهمة غلط واشتري مني. يا اخي انا مش عايزة افهم حاجة خالص، انا قاعدة في بيتي ملكة، ولما تعرفوا قيمتي كويس ابقوا تعالوا. مش حلو الكلام ده، ولا بيحل ولا بيربط. جاك حل وسطك يا بعيد، هي ناقصاك ابن ملفوكة كده برضه يا رمانة؟ رمانة رمانة شرسة قوي بس طيبة. تعالى يا بابا، لقيت لك كام موضوع حلوين قوي، دول عناوينهم، هجيب لك بقى بقيه الداتا بتاعتهم عشان نعمل كده كام كتاب حلوين. يا بنتي يا حبيبتي بالراحه على نفسك شويه، شكلك تعبان. انا مش تعبانه ولا حاجه، وديني بتسلى. تسلي ده ايه؟ الحاجات دي هتعطلك عن مذاكرتك. يا بابا ما انت عارف بنتك كويس، انا يا دوب ابص في الكتاب من هنا احفظه صم، والكتب دي بتعلم منها وانا بقراها، وبرده يا بابا القرشين اللي بنطلعهم من الكتب ديت بيسندونا. مش معقول كده يعني هنفضل عايشين على الفلوس اللي ببعتها افندينا. انا كبرت يا بابا وما بقاش ينفع كده. اه والله يا بنتي عندك حق، الراجل يعني من ناحيته عمل اللي عليه وزياده، وبيتعامل معاك كانك اخته بالظبط. طب سيبني بقى يا بابا كمل شغلي. حاضر يا حبيبتي، تصبحي على خير. وانت من اهل الخير. بقول لك ايه، عمل لكيش حبه شاي صغننين؟ ربنا يخليك يا بابا مش عاوز حاجه. طب سندوتش جبنه؟ يلا بابا بقى عايزه اكمل شغلي. يلا بابا عايز تطاق كملي. يلا ربنا يقويك يا بنتي.